حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هالفاصل، والان بنشوف طبعا في فقره جديده اكيد، وهو مستجد من مجموعه طلابيه تنتمي للاتحاد العام لطلبه الكويت، وتساهم هذه المجموعه بعمل لقاءات تنويريه ومساعده وخدمه للطلبه الراغبين بالدراسه في الخارج. وكذلك أيضا تعتبر هذه الخطوة المحطة الأولى للطلبة المستجدين، حيث تقوم بعدد من المشاريع لتخفيف عبء الغربة على الطلبة المغتربين. ولتفاصيل أكثر أكيد نرحب بكل من ناصر الغانم رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، وعلي أحمد رجب رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة. حياكم الله وصبحكم الله بالخير. صباح الله يحييك، صبحك الله بالنور. بالبداية ودنا طبعا ناصر تعطينا طبعا هذا الاتحاد، وتعطينا نبذة على الاتحاد بشكل عام عشان نكون على الأقل للمشاهدين اللي ما عندهم فكرة عن هذا الاتحاد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على حسن الاستضافة. الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة هو أعرق اتحاد طلابي، حيث تأسس باسم رابطة الطلبة الكويتيين في بريطانيا عام 1950، وبعدها ب 14 عام انضم إلى الاتحادات الوطنية، وكان من مؤسسين دستور الاتحاد. والاتحاد الوطني يعني دوره على كافة الأصعدة، سواء الأكاديمية والاجتماعية والنقابية كذلك، وهذا باختصار يعني دور الاتحاد، وهذا هو الاتحاد. نعم اكيد. طيب خلينا نشوف عاد اللجنه الاعلاميه وكذا، دوركم ايضا فعال في هالمجال، لكن كذلك ايضا حدثنا عن دوركم، شنو اللي قاعد تقومون فيه تحديدا في هذه الفتره يعني؟ اكيد بالبدايه صبحكم بالخير ونشكركم على حسن استضافتكم. دورنا اليوم كلجنه اعلاميه بالسنين اللي طافت كان دور الاتحاد او دور اللجنه الاعلاميه بالاتحاد هو ابراز دور الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، سواء من ناحية الأنشطة أو من ناحية الدورات أو المطالبات اللي تصير بالاتحاد. لكن من مرينا بظروف كورونا صار التركيز الكامل على اللجنة الإعلامية، حولنا جميع أنشطتنا إلى الأونلاين، فصارت الأنشطة الدينية، الثقافية، الاجتماعية، الرياضية، الدورات نفسها تحولت كلها إلى أونلاين، فصار تركيز الشباب الموجودين بالهيئة الإدارية على إبراز دورهم من خلال اللجنة هذه والمنصة هذه. نعم. طيب الآن خلونا نشوف فيديو قصير ونرجع نكمل اللقاء معكم. طبعا بعد ما شفنا الفيديو شباب، ودنا نعرف من علي دوركم في طبعا في كورونا، وشون قدرتوا تقومون في تغطية جميع الطلبة، وبشكل عام عطنا دوركم في تحديدا في هذا الجزئية. حاضر. طبعا الفيديو ذكرنا بأشياء وايد تنام سبحان الله. اللي صار ان احنا طلبة اعمارنا ما تتعدى 22 23 سنة، فجأة صار في ازمة مثل كورونا، وما كنا عارفين بالبداية شنو ممكن نسوي للطلبة، خاصة ان في بريطانيا عانينا من نقص في المواد الوقائية او المواد الغذائية بنفس الوقت. فقررنا احنا بالاتحاد ان احنا نتعاون مع جمعية الرحمة العالمية، مشكورين نوجه لهم تحية، بتوزيع كافة المستلزمات الوقائية من كمامات وهاند سانيتايزر وغلوفز، وأيضا السلات الغذائية، وصولا إلى الأدوية كذلك. قررنا أن احنا نتعاون مع مستشفيات بالكويت، ووزعنا الأدوية على الطلبة، وقدرنا الحمد لله أن احنا نغطي أكثر من 6000 طالب موجود في بريطانيا، يتم توزيع عليهم السلة الكاملة. وأيضا زيادة على ذلك شكلنا لجنة ممثلة بالاتحاد بالتعاون مع سفارة دولة الكويت في لندن والملحق الثقافي والملحق الصحي، ترأسها أخوي ناصر ممثل عن الاتحاد. وناصر إذا ممكن يفيدكم أكثر شو اللي صار باللجنة وشلون كان ترتيب الإجلاء بالمطار والأمور هذه. نعم أكيد. قبل شوي ذكرت أنه يعني كانت أعماركم مثل ما ذكرت ما تعدى 22 سنة، صدق أنتم صغار بالعمر، لكن دوركم كان جدا كبير في أدائكم وتوصيل أكثر طبعا مثل ما ذكرت المعونات لتقريبا 6000 طالب. حين نرجع لك ناصر، كمل لنا شنو كان دوركم تحديدا في هذا المجال. للأمانة أكون صريح معك، بداية كورونا في بريطانيا، بريطانيا كانت الدولة الأولى بعدد الإصابات بعد الصين، وكانت عدد الوفيات بشكل يومي يتجاوز 10,000 أو 5,000، كانت وفيات كبيرة. فحاش الطلبة هلع، وأولياء الأمور كذلك كانوا على اتصال دائم معنا. شكلنا لجنة من الاتحاد والسفارة الكويتية
والمكتب الثقافي ووزارة الخارجية لتنظيم الإجلاء. تمام. بس قبل كل هذا احنا تشاركنا مع دكاترة ان الطالب اللي يحس انه فيه اعراض يتصل على الدكتور ويشخص حالته عشان يتجنب الذهاب للمستشفى. وقتها بريطانيا ما كانت تستقبل الطلبة بالمستشفيات، تقول انت تعبان قاعد ببيتك. وكذلك الاتحاد اخذ تصريح وادوية من المكتب الصحي وقطع بريطانيا من جنوبها الى شمالها ومن شرقها الى غربها، ووزع الأدوية على كل الطلبة المحتاجين هذه الأدوية. وختاما كنا في المطارات نظمنا الرحلات، صعدنا الطلبة الطيارات ورجعنا على آخر رحلة إجلاء. اللهم لك الحمد. يعطيكم ألف عافية على ما لتن جهودكم هذه، يعني تنذكر ما تنسي أكيد. لكن خلونا شوي نطلع من موضوع كورونا والوضع اللي حاصل في يعني في فترة سابقة أكيد كانت. لكن يعني ناصر، حدثنا عن دور مجموعة مستجد في الصيف للطلبة المستجدين، شنو سويتوا لهم؟ شلون الطريقة اللي تعاملتوا معهم فيها؟ وضح لنا أكثر هذا الدور. مجموعة مستجد هي مجموعة تابعة للاتحاد الوطني، تأسست في 2010. منذ تأسيس هذه المجموعة انصب تركيزها ودورها الكامل على الطلبة المستجدين، لأن بكل سنة من ذاك الوقت التعليم العالي تفتح خطة بعثات، وأغلب يعني الكويتيين توجههم بالخارج، أما أمريكا ولا بريطانيا، وبريطانيا كل سنة تكون هي أكثر عدد طلبة مقبولين. فقررنا ما نكتفي بدورنا كاتحاد بإرشاد الطلبة وتوجيههم، لأن مثل ما أنت عارف إحنا عندنا إعلامية، عندنا ثقافية، عندنا بالضبط. فأنشأنا مجموعة متكاملة لخدمة الطلبة المستجدين فقط، ودورها توعوي، وعندها شعار من 11 سنة هو من قرارك إلى استقرارك. شعار من قرارك إلى استقرارك إن من اللحظة اللي تقرر فيها الذهاب إلى بريطانيا إحنا راح نكون معاك، وراح نكون معاك من الكويت الى ان توصل بيتك في بريطانيا من الالف للياء. بالضبط، من اي تو زد. طيب يعني ودنا نتكلم اكثر، نشوف يعني شنو الجانب اللي موجوده عندكم، منو الاعضاء الموجودين، كلمنا اكثر، وشلون يتم الاختيار اكيد ما بينهم. بالضبط. مجموعه مستجد انا مثل ما قلت لك هي رابطه تابعه للاتحاد، مجموعه رابطه تابعه للاتحاد، يتم اختيارها من قبل التنسيق قبل ترشح الانتخابات. فأنت تمسك مستجد إن شاء الله، والاتحاد يتابع المجموعة هذه، وإحنا كلنا يعني نقوم بأدوار مستجد، إحنا الحين كلنا بخدمة الطلبة المستجدين بشكل عام يعني. نعم. أعطيك ألف عافية. طبعا نرجع حق علي وشوف دمانك باللجنة الإعلامية، كلمنا على دورها أكبر أكثر، شنو الأدوار الأنشطة اللي تقومون فيها يعني بشكل بتفاصيل أكثر ودنا نعرف. طبعا عشان طبعا الفترة الاتحاد اللي احنا استلمنا فيها بسبب ظروف كورونا صار في تمديد للاتحاد. فاذا بذكر شنو انشطة الاتحاد ما راح اخلص وايد ما شاء الله. عطنا المهم بشكل مختصر. حاولنا ان احنا نغطي الانشطة، الجانب الديني بالانشطة الدينية، سوينا مسابقات قرآنية واسئلة دينية، ممكن ان الطالب شوي نوعي دينيا، كذلك ثقافيا سوينا اسئلة عامة، اسئلة ثقافية. قدرنا ان احنا ولله الحمد نسوي حمله كامله، تشوفونها تقدرون تشوفونها على تويتر وانستغرام، اللي هي تفوقك اولويتنا، كانت قبل الاختبارات النهائيه قبل الفاينل. قدرنا ولله الحمد ان احنا نغطي اغلب التخصصات الموجوده، اغلب الجامعات، لان التخصص يختلف من جامعه لجامعه، فالحمد لله قدرنا احنا نغطي كثر ما نقدر. ومن الجانب الاكاديمي ومن جانب المطالبات، احنا اليوم الاتحاد الوطني طلبة الكويت في المملكة المتحدة خط الدفاع الأول عن حقوق ومكتسبات الطلبة والطالبات، فخاصة بالآونة الأخيرة وبالشهور اللي طافت كنا على تواصل مباشر مع الطيران المدني، مع وزارة الصحة، مع التعليم العالي، على إجراءات السفر الأخيرة، على القرارات الأخيرة اللي قاعد تصدر. كذلك من الجانب الأكاديمي احنا على تواصل مع التعليم العالي بما يخص طلبة التعليم العالي ومبتعثين التعليم العالي. تم. وكذلك طلبة ديوان الخدمة أيضا. فعمل الاتحاد كان بشكل مختصر ترفيهي أكاديمي ثقافي من ناحية اللجنة الإعلامية، حاولنا ان احنا نغطي كل شيء، وان شاء الله ان ما نكون قصرنا بحق الطلبة. لا ان شاء الله اكيد انتم مو مقصرين في حق الطلبه، خصوصا ما ذكرتوا لي قبل شوي امور كثيره امانه قمتوا فيها تشكرون عليها اكيد.
لكن عليك كلمنا على اللقاء التنويري لطلبة مستجدين، شنو سويتوا فيه؟ شنو كان دوركم؟ شنو الوضع اللي صاير؟ كلمنا أكثر عن المواضيع هذه. أول شيء أنا حاب أني أستغل البرنامج أني أدعو جميع الطلبة وأولياء أمورهم. إحنا إن شاء الله اللقاء التنويري راح يكون باكر إن شاء الله الأربعاء الساعة 6:30 مساء في حديقة الشهيد التوسعة الثانية. قررنا ان احنا نسوي اللقاء التنويري راح يكون برعايه معالي وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس. فقرات اللقاء التنويري بشكل مختصر ما راح اقدر اذكرها، لكن ضيوفنا ان شاء الله راح يكون في لقاء مفتوح مع الدكتور فوزان فارس رئيس مكتب الثقافي فرع لندن. كذلك عندنا ممثلين من البريتش كونسل المعهد البريطاني. قررنا ان احنا نستضيف اكثر من دكتور بتخصصات الطب البشري والاسنان، بما أنهم أكثر تخصصين مرغوبين في بريطانيا تحديداً. وكذلك راح يكون في ضيوف دكاترة بالتخصصات الإدارية والهندسية، وراح نكون موجودين إن شاء الله، وراح نحاول نحن نغطي أغلب المناطق والتخصصات. راح يكون في طلبة موجودين بالمناطق كلها والتخصصات كلها إن شاء الله، على أساس إذا في أي استفسار من أي طالب مستجد أو حتى مستمر يقدر إن شاء الله ينورنا باتر باللقاء التنويري، وموجودين من قرارك إلى استقرارك إن شاء الله. يعطيك بالعافية. طيب ناصر، نوجه لك نفس السؤال وشوف طبعا اللقاء التنويري شنو أهميته بالضبط لكم؟ اللقاء التنويري هو لقاء إرشادي. إحنا نرشد الطالب فيه. الطالب ممكن يلقى أجوبة لكل أسئلته اللي ممكن تكون غامضة، لأن الطالب من تفتح البعثات مو كل شيء راح يكون عنده، ما يملك كل المعلومات، يحتاج إنه يسأل. ولما يسأل يحتاج أن يسأل الجهة الموثوقة. نعم. علما أن الاتحاد هو الممثل الشرعي والوحيد لطلبة وطلبات المملكة المتحدة أمام الجهات الرسمية، يعني المعلومة عندنا إن شاء الله ما راح نضيعها. فاللقاء التنويري تركيزه كله على الطالب اللي رايح بريطانيا ومو عارف شنو يسوي. احنا حاطين لك عدة برامج، عدة شخصيات ممكن تاخذ منها المعلومة المؤكدة اللي راح تفيدك، وهو سنوي والطالب دائما يستفيد منه، ودائما يكون للقاء التنويري بصمته على الطالب من قبل ابتعاثه إلى تخرجه. يعني احنا بنهاية دراستنا واللقاء التنويرية كانت دائما تساعدنا وتفيدنا. وكذلك أدعو الطلبة انهم يحضرون ويستفيدون ويسألون، يعني لا 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 تستكثر السؤال، احنا راح نجاوبك بكل أسئلتك وراح نكون معك. أكيد طبعاً طلبة ممكن يكون عندهم في الدراسة بشكل عام، في ممكن أسئلة تكون عليهم يمكن يحس فيها وتكون بسيطة، أو حتى ممكن مرات يعني يستحي إنه يبدي هذا السؤال، لكن أنتم إن شاء الله حاضرين وبكل طاقاتكم للإجابة على أي سؤال للطلبة. أكيد. الآن ودنا نطلع نشوف فيديو صغير ونرجع نكمل لقاءنا إن شاء الله. طبعا الفيديو اللي شفناه هذا من بعض الانشطه الكيد اللي كنتوا تقومون فيها سواء كان بعياده الوطنيه ببعض اكيد الاحتفالات تشكرون عليها اكيد. طبعا اليوم شكرتكم وايد بتستاهلون اكثر اكيد. لكن علي حدثنا اكثر عن يمكن يكون عندكم نشاطات مستقبليه قادمه يعني على مستوى الطلبه شيء طبيعي اكيد، لكن على مده قصيره ممكن تكون. طبعا الفيديو اللي توه شفتوه كان احتفالات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة اللي تصير سنويا في لندن بمناسبة الأعياد الوطنية. للأسف السنة طافت ما قدرنا طبعا بسبب الظروف الآخر العيد الوطني، لكن هذا كان في سنة 2020. وكل سنة متعودين ان احنا لمة الكويتيين والطلبة اللي موجودين نسويه بالكوميد جاردن يوم الأحد في لندن، ويكون من أهم الأنشطة اللي ممكن يسويها الاتحاد فيه يعني من ناحية عدد حضور الطلبة. كذلك من أهم الأحداث أو الأنشطة اللي ممكن يسويها الاتحاد الوطني هي نفس ما ذكرنا تو اللقاء التنويري، وكذلك المؤتمر السنوي اللي يصير في بريطانيا. بسبب ظروف الجائحة ما قدرنا احنا نسوي سنة اضافت، لكن ان شاء الله مع الانفتاح الحين ومع شوي تطور الاوضاع ببريطانيا متأملين خير ان شاء الله، سواء بالعياد الوطنية او المؤتمر. وان شاء الله من يبدي العام الدراسي في شهر 9 ونتوجه لبريطانيا باذن الله نوعد الطلبة بكل خير ان شاء الله من الناحية الاكاديمية الترفيهية والانشطة باذن الله.
انا متاكد من هالشيء هذا اكيد. بما انك ذكرت اللقاءات التنويريه قبل طبعا الفيديو اللي شفناه، كنت قاعد اسالك على الاسئله اللي يسالونها، ممكن لك اخذناها بشكل صحيح. سريع، نبي اكثر الاسئله اللي يسالونها لكم الطلبه في لقاء في لقاءات مثل ما ذكرتوا، نبي اهم الاسئله، ممكن الاسئله تكون مكرره، يعني حدثنا عن هذا الجانب. الطالب اسئلته واضحه، الطالب خصوصا ولي الامر، احنا خلينا لا نتكلم عن الطالب، الطالب ما عنده مشكله، يبي يعيش تجربه يعني ما عاشها من قبل. اما ولي الامر حاب انه يامن ولده او بنته السكن. غالبا الطلبه يحرصون انهم يكونون باماكن امنه، والله هم لك الحمد بريطانيا يعني بلد امن، مو مثل اللي الناس تسمعها دير بالك ولا تروح، لا الحمد لله امان، واغلب المباني السكنيه تكون مامنه وفيها سكيورتي وفيها سيفتي عالي يعني. فهذا السكن والمدينه، لان الطالب اذا راح مدينه ما قدر يتعايش فيها راح يكره البعثه بشكل عام، وراح يكره هذه التجربه، واذا كان بمدينه زينه راح يكون قادر يعطي بالدراسه. فالمدينه هذه اهم 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 سؤال نساله، وين اروح؟ اي مدينه؟ شنو تنصحون؟ هل تقدموا لنا نصائح في هذا الجانب؟ أكيد يعني أكيد. واحد يقول لك مثلا هل المدينه هذه فيها مثلا، الاسئله العاميه اللي هم يسالونها، هل تقدمون لهم مثلا هذه المواصفات او كذلك القوانين وكذلك ايضا اكثر من هالكلام هذا؟ اكيد احنا كنا طلبه ومجربين، واحنا عددنا كبير سواء بالاتحاد او مجموعه مستجد او العاملين لدى الاتحاد، عدد كبير وكل واحد فيهم ساكن مدينه مختلفه عن الثاني، فنملك الاجابه على 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 الطلبه بخصوص المدن، وما راح نذخر عنهم شيء يعني، اللي عندنا بنعطيهم. واما على موضوع الجامعات، في طالب يقول لك الجامعه هذه صعبه جدا، صعبه علي، او ما راح نقول صعبه لان اغلب المبتعثين نسبهم عاليه وقادرين انهم يدرسون، راح يقول لك راح تاخذ مني جهد كبير، انا ما راح الحق سواء بغربه ودراسه. اكيد حابين يخلصون بسرعه. حاب اكون يعني بالشغل البسيط يعني، اني ادرس واتعلم من غير لا اجهد نفسي زياده، لان تتراوح الجامعات بالترتيب، هذه جامعه جدا صعبه، هذه متوسطه الصعوبه، اما السهله هذه ما اعتقد انها موجوده في بريطانيا. يمكن حسب التخصص بعد يعني ما يفرق؟ اكيد يفرق يعني، الهندسه غير عند المحاسبه، مع ان اثنينهم فيهم الرياضيات والاحصاء، لكن هذه جهدها اكثر بالنسبه للطلبه ومشاريعها اكثر، لان الطالب اسبوعيا ولا شهريا عنده يا امتحان يا كويز يا تسليم يا هذا. اكيد. طيب حاليا بنروح نشوف لنا كذلك ايضا الشباب مذهبين لنا تقرير صغير، بنشوفه ونرد لكم اكيد. طبعا بعد ما شفنا الفيديو اكيد استرجعت ذكريات كثيره، بعضها ممكن يكون مفرح، بعض الثاني شوي محزن ممكن يكون، لكن نبي تجربتكم في 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 الاجلاء بشكل عام، شلون كانت؟ شنو صارت؟ حدثنا ناصر. احنا ذكرنا قبل شوي دورنا بالاجلاء، والفيديو هذا احنا عشناه. وكنا بالمطارات متوزعين في مطار غلاسكو، مانشستر، لندن هيثرو، لندن غاتوك. اكون صريح معك، قبل لا تبدا عمليه الاجلاء، كان اكثر سؤال ننسال فيه متى تردون عيالنا؟ فاحنا عندنا اولياء امور، عندنا اهل، يقولنا انتم متى تردون؟ فلما بدت الرحلات في تاريخ 24 الكل قال انا برد بالبدايه. بعدين المكتب الثقافي والاتحاد والسفاره قسموا الرحلات هذه الى الاولويه، المرضى، البنات، الشباب. هني كنا بالمطارات ونملك يعني حمل كبير على رقابنا، اللي هي الطلبه وتسهيل ردتهم للكويت. فاكون صريح معك، خفنا من انتشار الفيروس، لانه كان بدايته ما كنا ندري هل هو قاتل على طول، احنا كنا نشوف فيديوهات كنا نخاف. وفينا اصحاب المشاكل التنفسيه واصحاب الامراض المزمنه، بس قلنا يلا احنا بالمكان هذا ووجدنا بالمكان هذا، فلازم نعطي كل اللي عندنا ولا نخلي شيء ما نقدمه للطلبه. وما كنا ننام اساسا احنا بالمطارات، اللي كان ينام مصافة السيارات، اللي كان ينام على الارض. ففي اخر رحله اجلاء تم اجلاء اعضاء الاتحاد
والمتطوعين اللي شاركوا معنا، ورجعنا على اخر رحله اجلاء والكل كان يوخر عنا، انتم مخالطين انتم بالمطارات وهذا. فالحمد لله عدت وانحجرنا 14 يوم بالمؤسسي، وانحجرنا 14 يوم ببيوتنا، وفيهم اللي صابه كورونا من اللي كانوا معنا، يعني كنت واحد من اللي خالطوا المصابين، وانحجرنا زياده عن الطلبه، بس الحمد لله. الحمد لله اهم شيء انكم وصلتوا الديره يعني بسلامه. اكيد صحيح. علي، احنا قاعد نشوف الفيديو قبل شوي، قاعد اشوفك قاعد تضحك، فاتوقع في موقف يمكن مر عليك او تذكرت موقف ممكن. والله مواقف وايد صراحه مثل هالوقت هذا، لكن مثل ما ناصر غطى الموضوع وشرحه بشكل مبسط، يعني نفس الكلام، كان الوضع انه مربك نوعا ما، واي شيء غلط ممكن تسويه تضيع طالب، انت ممكن تضيع طالب مسحة قلم يعني. فكان الوضع مربك. انا حاب اني استغل الفرصة هذه واشكر حقيقة يعني اعضاء الاتحاد، احنا تقريبا 17 واحد، لكن الشباب اللي قاموا بالشغل هذا وبالانجاز هذا تقريبا كان في فوق ال 100 متطوع عفوا. فحاب اني اشكرهم الصراحة على تطوعهم، وهذه يعني هذول هم أهل الكويت، شباب الكويت اللي يعني أول ما حطينا لينك التطوع لتنظيم أو توزيع المستلزمات أو تنظيم الإجلاء، الصراحة كلهم دقوا علينا، كلهم قالوا إحنا باستعداد تام أن نتطوع ونرجع بآخر رحلة ما في مشكلة. فحاب أني أشكرهم صراحة. وإحنا بدورنا أكيد أنا أشكركم، بس ما أتوقع قلت سبب الضحك اللي قبل شوي. عموما نشكركم ضيوفنا الكرام، ناصر الغانم رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، كذلك أيضا علي أحمد رجب، أيضا رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، كل الشكر لكم اليوم على حضوركم معنا، كذلك أيضا على المعلومات اللي قدمتوها اكيد راح تقدمونها للطلبه المستجدين. شكرا لكم. الله يعطيكم العافيه، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، الان نبرو نطلع فاصل وان شاء الله رادين لكم بنكمل باقي فقراتنا.